مساء الخير يا متابعينا، يوم جديد وشيء جدا جدا مميز الحمد لله. هذه حلقة جديدة أما ستايل جديد إن شاء الله، سيارة جديدة وطالبينها من فترة واللون ما قد شفته قدامي، فالله أعلم كيف يطلع اللون، إن شاء الله يطلع حلو. خلكم معنا. ما يبين بس ان شاء الله بيطلع شيء حلو. أخيراً وصل فيه جيس فيري 2021، اللون مانيفاكتشر كلاسيك جراي. صراحة طلبت اللون وأنا ما أعرفه، والحمد لله إن شاء الله إنه حلو، بس تريا مبطل لزك هذا كامل. طلبت كاربون فايبر وطلبت كلاسيك، هذا يسمونه كلاسيك رد سيتس ودعم ستيتشنج. صراحة شيء جميل. طبنا طبعاً سفير نفسه يعني حركة جديدة. سيارة عليها نايت باكت سكور، يعني الشعارات والشعارات بالأسود، مش نفس النايت باكت العادي. الشعار بعد ما نفس هذا أسود، كتبه بعد جيسوس في لون أسود.
هذا اللي نرجع له. الحين بتكلم عن شو الاشياء اللي كانوا يسمونها قبل ما تستلم السياره. قبل ما تستلم السياره في شيء اسمه بري دليفري انسبكشن. شو بيسوون؟ بطلوا اللزق الابيض الحين. بعد ما بطلوا اللزق الابيض السياره الحين موصوله بالكمبيوتر. في شيء اسمه ترانسبورتيشن مود. يشيلون ترانسبورتيشن مود ويسوون حق السياره ابديت. بعد ما يسوون ابديت حق السياره يسوون له بولش تنظيف، بعدين رود تيست. بعد ما يخلص الرود تيست السياره ما فيها مشاكل تروح على التسليم. طبعا احنا نتريح هالوقت هذا بأسرع وقت إن شاء الله. نتريح. الحين ترانسبورتيشن مود شلوه، الحين بيودون السياره المغسله، بيغسلون السياره وبعدين اذا في وقت بيودونها رود تيست، اذا ما في وقت بكره ان شاء الله، بس ان شاء الله اليوم يخلصون، ابى السياره اليوم. واخيرا السياره جاهزه على التسليم، الحمد لله بنستلم السياره الحين، الله يبارك لنا فيها ان شاء الله، سياره طلعت بعد الغسيل والبولش شيء جميل جدا جدا. السياره طلبتها انا فل كاربون فايبر، عليها النايت باكج، عليها النايت باكج 2 اللي يخلي السياره الشعارات كلهم بالاسود. هذه قطعه السبير هاي مطلوبه على لون السياره، هذا اوبشن بعد. فل كاربون فايبر انتير كلاسيك ريد من داخل وذ دايموند ستيتشنج مع الكاربون فايبر طبعا نفس ما تكلمنا. اللون اللي برا كل حد سالني شو اسم هاللون، شو اسم هاللون؟ هذا اللون مانيفاكتشر كلاسيك جراي سوليد، هذا اللون اوبشن عليه اكسترا كوست، صراحه جدا جدا جميل. بس نزل على الموديل 2021، شيء جميل من الاخر صراحه ما شاء الله. يا سلام على الجي 63، شيء من الاخر ما شاء الله. الاوبشنات هذيلا شيء جميل جدا جدا. شوف سواقة السيارة على الشارع ان شاء الله. الله يبارك لنا فيه ان شاء الله. الشمس بعد كلام ثاني ما شاء الله.
وصلنا لنهاية الحلقة، الحمد لله وصلنا البيت، والله يبارك لكم في حلالكم ويبارك لنا في حلالنا إن شاء الله. وقبل ما ننهي الحلقة إن شاء الله نتكلم بعد مرة ثانية عن اللون، لأن كل حد يسألني ترى لون الأودي غير، النادو غري غير، والمرسيدس صغير، هذه يسمونها مانيفاكتشر كلاسيك غري سوليد. لا تنسون يا جماعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة إن شاء الله، وفي مان الله نشوفكم على خير إن شاء الله.